Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna qira'at al-maulid dari mana wa abauna wa asalahuna wa syukuna wa rizaluna as-salihan. Allah yadkhil niyatina fi niyatina wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim. Kinatina Allah yashfi marbana wa adhim kalana wa takirina al-halali arzaqana. Wa yaqdi hawaijana al-dunyawiyya wa ukhrawiyya bi jahi khairil bariyah. Ala hadhihi niyah wa li kunyatin salihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril fatiha. Sami solawat gih, napa pun kembang. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد, يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد, أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد, يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد, يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد, يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد, يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد, يا ربي صل عليه وسلم. على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد, يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصله وسهل ما قد عواك. يا ربي صل على محمد, يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد, يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على yeah.
صلي عليه. Allah.
Suaranya mana? Yeah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه حلق الحلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وعجل عبيده رحمة تعلقت إرادته العزلية بخلق هذا العبد المحبوب فاندثرت آشار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما عجل هذا المن الذي تقرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في حيكل محمود فتعذرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والساسع فله الحمد الذي لا تنحصر افراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة تردد حيث ابرز من عالم الامكان صورة هذا الانسان صلى الله ليتصرف بوجوده الثقلان وتنتشر اسراره في الاكوان فما من سر اتصل به قلب منيب الا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لكلب سروره قد توالى بحبيب اما الانام نوالى جل من صرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الصنع على مقام وتناهى بمجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق مما قد رأته رفعة في سؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يجز عن وصف اللسان ويهر في التعاقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الخلقي النور فتبارك الله من إله كريم بصرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة بسلام مبين لنقطة التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين
بمكة قد أتى دلت لهيبته جميع غصونه دلت لهيبته جميع غصونه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان يثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتنوح عدا أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواد الخدمة لله وأكبر عليه غاية الإكبار صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا في نار الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيت التصوير في العالي المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين. حاول لوصف الكمال المتلك والحسن التام والزين، فتناكل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون، فما من سلب وضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأكثر الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت. فكان مسكره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في العالم شهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حيا وبهر. فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. فإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تسميقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأن تعرب الأكلام عن سؤون خير الأنام، ولكن حزني إلى تدبين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبكيت راية في الكون منشورة على أمر الأيام والشهور والسنين، داعي تعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولاعج تساوك إلى سماء أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد أنلق لم يختم حركا فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابه القلم والقرطاس وتنزل في حدائق الأسماء والأبصار. فقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المودع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مهلك برز في العالم، ومنه تفرع وجود خلق بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد عدد الروايات بأنه أول الخلق وجودا وشرف المولودة. ولما كانت سعادة الأبدية لها ملاحظة خفية، يقتصد من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودع هذا النور المبين أسلب وبطون من شرف وصف من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم، حتى أوصلته يد العلم القديم إلى مغزى بتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذو القدر العظيم، وبالتي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فدمته عيشها بمعونة الله محافظة على حق هذه الضرة وسونها. فأملسوا برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا،
ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حمله بعد بروزه إلى عالم جدد لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاد فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المقنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبح ويمشي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متسوفة إلى بروزه متسوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بإدر الفرح بملاقاة أشراف البريات وبروزه من عالم الحفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان ودي هذا الحبيب أعلنني السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمضر الجود إلي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين الطاعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وقدرتك شفت لنا هذا المصدر يبرز النور قبل في عالم الدهور نورا فاق كل نور وانفض الحقوق مع علم يتموى لنعمة من حواص الأمة أن يحضر لعوده أمة أن تجد بالمصعود ومشرقتنا في هذا السماط الممدود فقدر التوفيق لسيدة مريم وسيدة آصية ثم هما من الحور العين انقسم أولهم يشرب بالقسمة الوافية هذا وقت الذي رتبه على حضور وجود هذا المولود فانفلق صحب الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بتعظيم السجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
غرت واستعجب بجماله الله فقى في الحزن تفرد يا نبي سلم عليك يا رسول سلم مرحبا مرحبا
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا وفي نعمه ويكافئ مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما نظم الفكر من تراري الأوصاف المحمدية أقودا توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يطوف عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والسنة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحضر حال فتشهى منه الفيوض الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظي سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص في شرف الأبكار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك أهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأرض المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة ترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك في شرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تفضنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتتقبل منا ما طرحنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأتك من الحافظين اللهم إن لنا أطعاما في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن أسرى هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأم ببركته وشريف بجد أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأتم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مأنا وشورة
واشف اللهم كربة المكروبين واشف اللهم كربة المكروبين واشف اللهم كربة المكروبين وقبيتين المتينين واغفر للمطنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلة في ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونشر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي حزين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحزن حزين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحزين من جميع البلايا وفي الخرج المكين من الذنوب والخطايا وأتمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واهتم لنا منك بخير أجمعين واهتم لنا منك بخير أجمعين واهتم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب فأرو دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وعلى حوائجنا الدنيا وأخراوية مع صحابي ذوي الأمور بالعبادة بكرامتي من جميع الأولياء والعلماء والشهداء والسيدين والصالحين خصوصا الكرامتي الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين العبسي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صراط الذين